أهم مسألة. المسألة الثانية قال عن مسألة خلق القرآن. خلق القرآن اسمها خلق القرآن. كان أكثر السؤال هل هناك أحد من غير الإباضية يقول بخلق القرآن؟ وهناك في علم المنطقة والفلسفة أو علم المحاورة والمناظرة والمجادلة أقلب السؤال هل هناك من يقول بأن القرآن ما غير مخلوق؟ أيوه. هذا السؤال أصل. ليس السؤال هل هناك من يقول بأن القرآن مخلوق غير الإباضية؟ لا لا لا، هذا سؤال غير صحيح، سؤال باطل. أكثر الأمة من كل المذاهب، من كل المذاهب يقولون بخلق القرآن. حد يقول غير ذلك حتى يبين لي هنا وأنا أبين له هنا؟ يقول بأن أكثر الأمة يقولون بأن القرآن غير مخلوق، بينما الموجود أكثر الأمة الإسلامية غير الإباضية غير يقولون بأن القرآن مخلوق، إلا طائفة واحدة اللي هم الحنابلة، ليس جميعا، الذين يوصفون مثلا بالسلفية هم الذين يقولون فقط، أما غيرهم من الأشاعرة المالكية والحنفية والشافعية يقولون بأن القرآن مخلوق. يبقى وجود الإعلام ووسائل التواصل، أنتم تقولون لا يوجد أحد ولا يقول، فيأخذ علمه من هذه الوسائل أو من بعض الناس. وأنا أتكلم وأعلم أنه يسجل هذا الكلام لأنه واثق من كلامي الذي أقوله بأسماء الأشخاص والكتب التي نقلت هذا الكلام. ولذلك الفريق الذي يقول بعدم خلق القرآن، يقول ما مخلوق، هو يعيب على الأشاعرة من المالكية ومن الشافعية، يقولون هل تقولون هناك قرآنان؟ لأنهم يقولون هل تقصدون كلام الله أو تقصدون القرآن؟ الأشاعرة اللي هم المالكية، هذه المالكية من هنا تونس ليبيا المغرب الجزائر كلهم هؤلاء يقولون بهذا، يفرقون بين كلام الله عز وجل النفسي وبين الموجود في دفتي هذا الكتاب، كلهم يقولون بأن هذا مخلوق. ولذلك يطرح الفريق القليل من الأمة الذي عنده زعامة الترويع والترهيب والقتل، قل أنت تقول كفر، عند هذا الأسلوب هؤلاء هم الذين يقولون بأنه مخلوق غير مخلوق، ويطرحون السؤال للأشاعرة من المالكية والحنفية، هل من المالكية والشافعية هل هناك قرآنان أو قرآن واحد؟ لماذا هذا السؤال؟ قال لأنكم تقولون تفرقون بين الكلام النفسي وبين القرآن، تقولون بأن القرآن مخلوق والكلام النفسي هو غير المخلوق، إذا لم تجدوا هذا الكلام أخبروني بعد ذلك. ولذلك أنا سألت الآن السؤال، من المسلمين من يقول بأن القرآن غير مخلوق؟ طائفة قليلة، القليل. المشكلة تأثر الناس بهذا القليل، لأن عنده سطوة المال، عنده تلفاز قنوات، عنده إذاعة، عنده مطويات، عنده نشر كتب، عنده يضخ في هذه الأمة، ويتأثر الناس بهذه المقولة.